ما تتجهز دولة الإمارات لاستضافة القمة 28 لاتفاق المناخ كوب 28 في نوفمبر المقبل، تعمل الحكومات والشركات في المنطقة وحول العالم على مواجهة التحدي العالمي للوصول إلى انبعاثات صفرية ومضاعفة الاستثمارات في القطاع لسد الفجوة بين البنوك والشركات وتحقيق نمو مستدام. للحديث أكثر عن دور المؤسسات المالية في تسريع هذا التحول الأفضل للشركات، تنضم إلينا جين جودلاند رئيسة الاستدامة في مجموعة بورصة لندن من أبو ظبي. إذا تنضم إلينا جين، أهلا وسهلا بك، صباح الخير ورحب بك في البرنامج. بما أنه الحديث مرتبط بالاستدامة والتمويل الأخضر والتحول الأخضر، سأبدأ معك من نافذة البورصات اليوم. ما هو الدور المنوط بها للقيام بهذا التحول، وهل تقوم به على نحو جيد أم هناك الكثير من التحديات؟ صباح الخير وشكرا على استضافتي هذا الصباح، يسعدني أن أكون معكم. لدينا كبورصات دور مهم في أنحاء العالم للدعم عمليات التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، و يجب أن نكون واضحين بخصوص رأس المال المطلوب لتسهيل هذه العملية. التقديرات تشير إلى أننا بحاجة إلى 50 تريليون دولار إضافية من رؤوس الأموال التي يجب أن توجه إلى دعم مسار التحول المطلوب حتى 2050. من الواضح أن الكثير من أصحاب المصلحة لهم دور في هذا التحول، والبورصات بطبيعة الحال هي عنصر من هذه العناصر، كما أننا بحاجة إلى بيئة سياسات داعمة، ونحتاج من الشركات إلى أن توفر الكثير من المعلومات حول أنشطتها التجارية ونماذجها التجارية في سياق التغير المناخي. وبالتحديد البورصات قادرة على دعم حشد الأموال المطلوبة للشركات لتجري عملية التحول، سواء من خلال جمع الأموال لدعم الديون. رأينا نموا في إصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة، هناك حاليا بحدود 3.5 تريليون دولار جمعت بهذه الطريقة حتى الآن، إضافة طبعا إلى توفير رأس المال للشركات التي تؤمن الحلول الخاصة بمسائل التغير المناخي من خلال جمع رؤوس الأموال الخاصة بحقوق المساهمين. إذن المؤسسات المالية والبورصات لها دور أساسي، وعملية التحول المناخي تحتاج إلى تمويل ورؤوس أموال. ذكرت نقطة مهمة تتعلق بالتشريعات التنظيمية والقواعد التنظيمية. اليوم هل تملك البورصات في العالم هذه الخبرة الكافية وهذه الدروس والقواعد والتشريعات التنظيمية والحوكمة يعني بشكل كبير الكافية التي تكفل تخفيف هذه المخاطر والحد من مخاطر هذا النوع من الاستثمارات؟ عندما نتحدث عن التشريعات والبيئة التشريعية الداعمة، نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية شمولية وعامة. الأمر لا يقتصر على طريقة عمل البورصات، وإنما عمل النظام بأكمله. مثلا هناك اتجاه كبير في موضوع إفصاح الشركات والتنظيم الخاص بهذا الإفصاح، وهناك الكثير من السياسات التي باتت تشترط على الشركات الإفصاح عن المزيد من المعلومات، وهذا الأمر نراه في عدد من الأسواق في أنحاء العالم. وبالتحديد بات يطلب من الشركات الإفصاح علنا، إلى جانب طبعا تقاريرها المالية وحساباتها المالية، هي يجب أن تكشف عن انكشافها على التغير المناخي وكيف تأخذ هذا الأمر بالحسبان في نماذجها المالية. وهذا برأينا أمر مفيد للمستثمرين،
لأن المستثمرين وغيرهم ممن يوفرون رؤوس الأموال يريدون أن يفهموا طريقة تعامل الشركات مع المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي في عملها، وبالتالي كلما أفصحت الشركات عن قدر أكبر من المعلومات هذا سيحسن قدرة المستثمرين على تقييم مخاطر الاستثمار والفرص المرتبطة بالاستثمار في شركة معينة. طيب في المقابل يعني هناك تساؤل يقودنا إلى تساؤل تالي بعد ذلك، ولكن قبل هذا التساؤل الثاني، اليوم ما هي أبرز الاتجاهات أو الصيحات إن صح التعبير أو بين قوسين التي يحاول برأيك المتداول أو المستثمر الاستفادة منها وتحويلها إلى استراتيجيات تداول مربحة؟ هناك رؤوس أموال كثيرة تخصص لدعم التغير المناخي، هناك فرص استثمارية جديدة تطرح عبر التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالتغير المناخي، وأيضا رأينا ظهور فئات أصول جديدة. أحد الأمثلة هو طرح سوق الكربون كما تسمى في أنحاء العالم، أكثر من 40 دولة، هذه الدول أوجدت آليات لتسعير الكربون، وهذا يساعد في تداول هذا الائتمان الخاص بالكربون. إذن رأينا نرى فئات أصول جديدة تظهر وتسمح للمستثمرين والشركات بالمساهمة في سوق الكربون من أجل تعويض انبعاثاتها. في بعض الحالات هذه الأمور إلزامية كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، لكن هناك أيضا الكثير من أسواق الكربون الطوعية كنوع من الاستجابة من الشركات. إذن هناك فرص استثمارية جديدة تظهر يمكن للمستثمرين أن يستفيدوا منها. من الاتجاهات الأخرى التي نراها كما قلت قبل قليل الزيادة في إصدار السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة، هذه أدوات دين ترتبط بإحراز الشركات للتقدم في مجال الاستدامة. في حالة السندات الخضراء هذه الأموال توجه إلى مشاريع تركز على القضايا البيئية والحلول المناخية، أما بالنسبة للسندات المرتبطة بالاستدامة فإن السند هذا يرتبط عمليا بالتقدم المحرز لدى شركة في مجال الاستدامة مثل تقليل الانبعاثات الكربونية أو غير ذلك من مؤشرات الأداء الأساسية المرتبطة بأداء الشركة في مجال الاستدامة. إذن بدأنا نرى هذه الاتجاهات تظهر، لكن هناك أمر آخر مهم وهو ما نسميه تحويل الاستدامة إلى موضوع عام، وبهذا الأمر نقصد أن الشركات والمؤسسات المالية باتت تضع الاستدامة واعتباراتها كجزء أساسي ضمن عمليات اتخاذ القرارات الاستثمارية والنماذج والاستراتيجيات التجارية وآليات اتخاذ القرارات لتحديد المخاطر. يعني هذا ما كان يعني يتعلق بالنقطة التالية، يعني أنا أشكرك على هذه الملاحظة وهذه النقطة لأنه هذا كان محور سؤالي التالي. اليوم ما مدى الحاجة أو هل تشعرون أن هناك في رغبة قوية واتجاه قوي من البورصات؟ نعلم أن هناك مبادرة عالمية للبورصات المستدامة، هل هناك رغبة لخلق سوق موازية، سوق مالية موازية، بورصات مستدامة يعني تكون حاضنة لهذه الحلول المبتكرة ويعني هذا التوجه؟ البورصات العالمية باتت أكثر انخراطا. أنت ذكرت مبادرة البورصات المستدامة التابعة للأمم المتحدة وهي تقود الكثير من البرامج، وبالتالي البورصات العالمية ستنشط بمقدار أكبر في التعامل مع الاستدامة عوضا عن وجود بورصات مستقلة للتعامل مع الحلول الخضراء. إذن الأمر يتعلق بإدماج الاستدامة ضمن البورصات العامة وعملها، هذا هو الاتجاه الذي سنراه برأيي. شكرا لك جين جودلاند رئيسة الاستدامة في مجموعة بورصة لندن، أشكرك على هذه المشاركة معنا في البرنامج اليوم، كنت معنا مباشرة من أبوظبي. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.